الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل اليوم أيتها الأخوات الحديث عن زواج المسيار، ونتحدث على وجه الخصوص عن حكم زواج المسيار أو ما يعبر عنه بآراء العلماء المعاصرين في زواج المسيار. نتحدث اليوم عن زواج المسيار من حيث حكمه، بعد أن انتهينا من الحديث عن التعريف بزواج المسيار ونشأته وأسباب ظهوره ومقارنته ببعض الأنكحة أو الزيجات المشابهة، والآن نتحدث عن حكم زواج المسيار. نحن نعرف أن زواج المسيار هو من صور الزواج المعاصرة، من صور الزواج المعاصرة التي لم تظهر على الأقل بهذا الاسم قديما، ولذلك الآراء التي سنراها أو حكمه سيكون متعلق بالعلماء المعاصرين، ذلك أن القدامى لم يرد لديهم زواج بهذا الاسم، وإن كنا سنرى أثناء حديثنا ربما بعض أنواع الزواج المشابهة والتي ربما يستند إليها البعض في شرعنة أو عدم شرعنة هذا الزواج. على كل الأحوال، العلماء المعاصرون أيتها الأخوات، بعد أن وجدت هذه الظاهرة وانتشر التعامل والتعاقد بزواج المسيار، كان لابد لهم من كلمة، كان لابد لهم من رأي، كان لابد أن يبينوا حكم الشريعة الواضح في هذا الزواج، خاصة بعد أن بدأت تتكاثر التساؤلات حول هذا الزواج وتظهر بعض النتائج التي لا تظهر في الزواج العادي، النتائج السلبية إن صح التعبير، بعد أن وجدوا أن هذا الزواج فيه نوع اختلاف عن الزواج العادي، فبدأ الذين يريدون أن يحتاطوا لدينهم ولعلاقتهم مع ربهم يريدون التعرف على حكم هذا الزواج، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى العلماء في كل عصر وحين. عندما نظر العلماء إلى زواج المسيار نظرة شمولية من خلال المعطيات ومن خلال الأركان والشروط ومن خلال المصالح والمفاسد ومن خلال النتائج ومن خلال الصورة والمضمون، من كل الزوايا ينظر الحقيقة العلماء، ومن خلال الأدلة التي يمكن أن يستند إليها في حل أو حرمة ذلك، سواء الأدلة العامة الكلية أو الأدلة الجزئية التي تصلح لذلك، من خلال هذه النظرة العموم. بعد كل ذلك اختلفوا على ثلاثة آراء، لم يتفقوا، يعني رغم أنهم جميعا بدأوا ينظروا ويجتهدوا يجتهدون وينظرون، لكنهم اختلفوا على ثلاث آراء. جمهورهم أكثر العلماء المعاصرين على القول بالجواز، بالجواز مع الكراهة. نعم، الحكم عندهم، قالوا والله نحن نظرنا إلى هذا الزواج نظرة شاملة ونظرة كلية، واستقرأنا طبيعته ومضمونه وشكله ومقاصده، فلم نجد ما يبرر المنع والتحريم. والذي ترجح لدينا كأني بهم يقولون، رغم أنهم يدركون أن هناك بعض ربما السلبيات أو بعض المفاسد، لكنهم مع ذلك كله لم يرجحوا هذه المفاسد، ووجدوا أن هذه لا أثر لها في إبطال العقد وإفساده، وأنه مع وجود بعض المفاسد إلا أن هذا العقد يبقى صحيحا ويبقى مشروعا. وخاصة أن هذا الشرط يبقى للمرأة كما قلنا سالفا، يبقى للمرأة حق المطالبة
به لو أرادت، يبقى لها حق المطالبة به، ولكن يعني إذا أو الطلاق، خلينا نقول يبقى لها حق المطالبة به أو المطالبة بالطلاق، بمعنى أنه لا يؤثر، يعني إن قبلت المرأة قبلت بتنازلها هذه مصلحتها تقدرها هي، وإن وجدت غير ذلك نحن لا نلزمها باستمرارية هذا الشرط. فكأن هذا الشرط كأني به يريدون أن يقولوا بأن هذا الشرط كما لو لم يكن موجودا. من حيث ماذا؟ من حيث إن للمرأة الحق في المطالبة به إذا وجدت أن هذا من مصلحتها. فكأنه لو ليس سيفا على عنق المرأة، يعني يجبرها على ضرورة الالتزام بها به مدى حياتها. على كل حال هذه نظرة إجمالية، ثم إنهم بعد ذلك كله استدلوا بمجموعة من الأدلة، الأدلة التفصيلية إن صح التعبير. قالوا فيما قالوا: هذا انظروا، هذا زواج قد استكمل أركانه وشروطه، واستكمال الأركان والشروط هو معيار، أو هو المعيار الذي يبنى عليه الحكم صحة وفسادا. فكلما استكمل العقد، أي عقد كان، عقد زواج ولا عقد بيع ولا عقد إجارة، أي عقد، كلما استكمل أي عقد من العقود ومنها عقود الزواج الأركان والشروط، قلنا بصحته. فإن تخلفت بعض الأركان أو بعض الشروط، عندها نقول بغير ذلك. لكن هذا نحن مجمعون على أن أركانه وشروطه مستكملة، فبعد ذلك كله يهون، يعني كأنهم يريدون القول ما سوى ذلك من حيث الآثار ومن حيث النتائج ومن حيث الحقوق، هذه كلها قد يقع فيها ما يقع في الزواج العادي. حتى قد تتنازل المرأة عن بعض حقوقها، قد لا يعني قد يجحد يعني أو لا يستطيع الزوج، قد يمتنع، كل ذلك لا يؤدي، لم يقل أحد من العلماء بأنه يؤدي إلى فساد العقد. فساد العقد مرتبط باختلال أحد الأركان أو أحد الشروط، وليست كل الشروط كمان، بعض الشروط التي تناقض مقتضى العقد، وإلا فإن يعني الشروط يعني جائزة، والمسلمون عند شروطهم عموما، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هكذا يعني. إذن هذا شرط، إذن هذا هو، ولعل هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز. ثم إنهم إضافة إلى ذلك قالوا: انظروا معنا أيضا، تعالوا إلى أم المؤمنين سودة بنت زمعة التي تنازلت عن حقها في المبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابل منها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها، وظل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما صحيحا مشروعا، بغض النظر عن الأسباب، بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها إلى ذلك، لكن هو في النهاية هي تنازلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أقر هذا التنازل، فوظل زواجها، وخاصة أنها كانت تقول: إني يعني أريد أن أحشر مع أزواجك يوم القيامة، كانت يعني بعد أن كبر سنها كانت تظن أن رسول الله قد يطلقها صلى الله عليه وسلم، تظن ظنا، وليس لهذا الظن من دليل حقيقة، لكن هي كانت تظن. وقيل في بعض الروايات أنها كانت إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنها كانت تعرف أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها، فأعطت ليلتها لعائشة رضي الله. على كل المهم كما قلت، بغض النظر عن الأسباب في ذلك كله، لكنها تنازلت، وزواج المسيار يعني أيضا يعني ما يميزه عن الزواج العادي أنه فيه تنازل عن مثل هذه الحقوق، عن هذا الحق أو ذاك، أو عن مجموعة من الحقوق. فلما نقول، فكيف يكون هذا التنازل سببا في
في الفساد، ليس سببا في الفساد، وإلا لو كان كذلك لأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منعه رسول الله، ولما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هذه أدلتهم، بعد ذلك إن كان في مناقشات سنقول. ثم إضافة إلى ذلك، يعني قالوا ثم إنكم ألا تنظرون، إحنا في كل قضية جديدة ليس فيها دليل مباشر وصريح في المسألة، يعني الأصل في الأحكام أن تستند إلى الأدلة من القرآن أو من السنة، لكن إذا لم يوجد أدلة أو كان في اختلاف حول الوجه الاستدلال ننظر إلى المصالح والمفاسد، ننظر إلى نجتهد في مدى ترجح المفاسد التي أو ترجح المصالح التي تنتج عن هذا العقد أو المفاسد التي تنتج عنه. فإذا نظرنا قالوا تعالوا انظروا معنا إلى كم من المصالح التي يحققها هذا الزواج، وقارنوها بالمفاسد التي تظنون أنها مفاسد، سنجد أن المصالح ترجح بكثير. فالزواج في هذا الزواج يقضي أو يقلل على الأقل من ظاهرة العنوسة، هذا الزواج يلبي الرغبة الفطرية لدى كل من الزوجين حقيقة، خاصة الذين يعني لا يستطيعون الزواج العادي لسبب من الأسباب، السبب الرجل ربما بسبب غلاء المهور أو بسبب عدم قدرته على توفير النفقة أو السكن، والمرأة بسبب فوات القطار أو كبر سنها أو ترملها أو إلى غير ذلك، كل بحسبه. فهذا الزواج ثم إنه سببا لإيجاد الولد الذي هو أنس عند الكبر ويعني عون عند الضعف وإلى غير ذلك، هي مصالح، استقرار للعاطفة والنفسية البشرية لدى الإنسان تماما كما الزواج العادي، هو يحقق ذات المقاصد التي يحققها الزواج العادي من سكن وألفة وربما يعني استقرار نفسي، كل ذلك يتحقق بغض النظر ربما بمستوى أقل شيء لكنه يتحقق. فإذا المصالح أو بمنظار المصالح يترجح لدينا الجواز أيضا. ثم إضافة إلى كل ذلك، لو نظرنا إلى فقهنا الإسلامي القديم وفتشنا في صفحات كتبه الصفراء سنجد أن لهذا الزواج نظائر أو أصل أو شبه من العقود، عقود الزواج على وجه الخصوص التي وجدت وتشبه زواج المسيار في عهود سابقة في ظل دول الخلافة الإسلامية، وتطرق إليها الفقهاء والعلماء مثل ماذا؟ قالوا مثل زواج النهاريات أو الليليات. وهذا الزواج، زواج النهاريات أو الليليات، هو زواج يتزوج فيه الرجل من المرأة على أن لا يأتيها إلا نهارا أو ليلا، أو لا تمكنه هي أيضا في المقابل، قد يكون شرطا هي تشترطه أو شرطا هو يشترطه حسب طبيعة العمل، لأنها تعمل ليلا تشترط أن لا يأتيها أو أن لا تمكنه من نفسها ليلا إلا في النهار، وإن كان هو يعمل ليلا يشترط عليها أن لا يأتيها إلا في النهار، مع أن الأصل يعني أن يكون النهار والليل يعني متاحين للرجل والمرأة. على كل الأحوال إذن وهذا الزواج الذي وجد يعني هو حقيقة يشبه أقول زواج المسيار، من حيث إن المرأة تتنازل فيه يعني ربما أو تشترط فيه شيئا، أو الرجل إما أن تشترط المرأة أو الرجل يشترط فيه شيئا هو في الأصل من حقها، يشترط الامتناع عن أداء حق من حقوقها فتقبل. والعلماء بالمناسبة تحدثوا في هذا الزواج، وأكثرهم لا أريد أن أقول أنهم أجمعوا لأن المسألة بقيت خلافية حتى يوم في ذلك في هذا الزواج،
العلماء لكن في أكثرهم قالوا بجواز هذا الزواج، وخالف البعض، خالف البعض حقيقة، لكنهم لم يروا في تنازل المرأة عن حق من حقوقها هذا أو العكس سببا في بطلان هذا الزواج. إضافة إلى كل ذلك يمكن أن يقال يعني كدليل عام أو هو بل ليس من العمومية بمكان بدليل قد يكون خاصا ومباشر ومناسبا، يعني حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه الحديث الصحيح إن أحق ما وفيتم به من الشروط، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج، ما استحللتم به من الفروج، بمعنى آخر إنه الشروط وهذا والزواج المسياري تشترط فيه المرأة أو الرجل يشترط أحيانا زواج واحد يقول لي طب هي هو اللي بيشترط، لكن أحيانا في زواج المسيار ولا يمنع ذلك أن يسمى زواج المسيار هي التي تشترط كما قلنا الأسباب التي تعود لظهور زواج المسيار منها يعود للرجل ومنها يعود للمرأة، مرأة لا تريد أن تنتقل من بيت أهلها لأنها تريد أن تعولهم أو تعينهم أو تقف بجانبهم في مرضهم وكبرهم وتشترط وهي ألا تغادر إن شاء الله إلى قصر كبير أو إلى فيلة عظيمة، لا تريد ذلك برا بها منها بأبويها أو بأهلها أو إلى غير أو لأي سبب كان، فهذا شرط هي تشترطه، هي تشترط هذا الشرط. فمثل هذا الشرط عندما يوجد في الزواج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ضرورة الالتزام به، وما كان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لضرورة الالتزام به إلا دليلا على صحة مثل هذا الزواج الذي يترتب عليه اشتراط بعض الشروط، ما دامت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا هي غاية ما في الأمر تتنازل عن حق الله، وهل يحرم أن يتنازل شخص عن حقه أو بعض حقه؟ لا يحرم يا سيدي. إذن هذه مجموعة من الأدلة استدل بها القائلون بأن زواج المسيار جائز، ولعلها في الجملة أدلة واضحة ومقبولة ومنطقية وصحيحة. لنصل إلى أدلة أو الفريق الثاني طبعا، وهذا الفريق كما قلنا هو أكثر عليه الأكثرون ابن عبد العزيز بن باز القرضاوي وغيرهم كثير يعني حقيقة، لكن ماذا عسى الفريق الآخر الذي يقول بالمنع رغم كل هذه الأدلة القوية الصحيحة الواضحة الصريحة ربما أو تكاد، يعني هل سيجد القائلون بالمنع ما يبرر منعهم؟ دعونا نرى. إذن الفريق الثاني اللي بيقول بالمنع تحريم ممنوع هذا الزواج يحرم لا يجوز أن يتم التعاقد وفق زواج مسيار على تتنازل فيه المرأة عن حق أو مجموعة من الحقوق لا يجوز، هم يقولون كذلك. ما 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 أدلتهم طبعا يعني دعني أقول إنه قبل أن أذكر الأدلة من من من, من ألمع أن العلماء الذين قالوا به تبنوا هذا الرأي الشيخ الألباني المعروف المحدث الكبير الذي توفي رحمه الله حديثا يعني ربما، ومنهم الشيخ القرداغي الشيخ القرداغي المعروف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء فلسطين وغيرهم، والشيخ عمر الأشقر أو الدكتور عمر الأشقر توفي أيضا قبل عام تقريبا. على أي حال رحم الله علماءنا والذين غادرونا وأعطى الله الصحة والعافية للعلماء الأحياء من علمائنا. هؤلاء أيتها الأخوات نظروا إلى الزواج وقالوا يعني هم يقرون دعني أقول بكل ما قاله القائلون أو بكثير مما قاله القائلون بالحل
من حيث الأدلة يقرون بأنه استكمل الأركان والشروط ويحقق مصالح ويقرون بحديث سودة، لكن ربما يختلفون في أو يخالفون في كيفية الاستدلال بهذا الدليل أو ذلك. فهذا هو، وإلا فإن لا أحد يشكك في الحديث في أن سودة تنازلت، ولا أحد يشكك أنه فيه مصالح، ولا أحد يقول بأنه ليس مستكملا للأركان والشروط. لا، إذن لديهم شيء آخر. ماذا لديهم؟ ماذا بما استدلوا؟ استدلوا بمجموعة من الأدلة. أولها قالوا هذا زواج يخالف الزواج الصحيح، الشروط فيه، هذه الشروط التي يتم اشتراطها من قبل الرجل على المرأة غالبا أو العكس حتى، تتنافى معها مقاصد هذا العقد، تتنافى هذه الشروط تتنافى مع مقتضى وطبيعة ومقصد ومضمون هذا العقد. والعقود، رغم يعني العقود دائما في قواعد الشريعة، العقود بمقاصدها بمضمونها وليس بشكلها وصورتها. نحن لا نحكم على شكل مفرغ من المحتوى، نحن نبحث عن المحتوى والنتائج والمقاصد قبل أن ننظر إلى الصورة. إن الله ينظر إلى، لا ينظر إلى صوركم. الصورة عندنا صحيحة، مرستك 100% أركان وشروط، لكن المضمون في مشكلة. إحنا مش لازم، كأنهم بيقولوا إحنا مش لازم يكون الحكم تبعنا فقط على الصورة. الصورة لها اعتبار، الشكل له اعتبار مش ملوش، لكن جنبا إلى جنب مع المضمون والمحتوى والمقصد والنتيجة المترتبة على كل ذلك. هذا عقد يا سيدي استكمل الأركان، لكن في شروط اشترطت فيه تنسف مقاصده وتتنافى مع مقتضاه. انظروا، كأني بهم يقولون انظروا هذه الشروط يعني لا يتحقق معها المودة والرحمة والسكن. أي مودة ستتحقق بين زوجين لا يصل بعضهما الآخر إلا يوما في الشهر أو أسبوعا في العام؟ أو المودة والرحمة والسكن يتحقق مع دوام الألفة ودوام العشرة حقيقة. إذن ما عاد يعني ما عاد تتحقق مثل أيضا يعني من مقاصد الزواج العدل، لا يتحقق في المبيت. من مقاصد الزواج المسؤولية، أنتم درستم ربما مساق الزواج والطلاق أو مساق المسؤولية. الزواج يعلم المسؤولية وتحمل المسؤولية على الرجل والمرأة، وهذا زواج يعفي من المسؤولية. شفتوا كيف؟ الزواج تحقيق للنسل، وأن للنسل أن يحدث في ظل وصال منقطع أو متقطع. عمال بيتجوزوا وبقعدوا 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وما بخلفوش، وهم ما عندهم مش مشكلة أساسا. فكيف يعني حتى إذا تحقق الولد أو ولد، زطت ولد، حملت، ولدت، لا يجد هذا، تقع مصيبة أكثر، لا يجد هذا الولد من يرعاه، ولا يجد من يربيه، ولا يجد من يتعاهده أو يتعهده. يعني إذن يعني هم يعني هذه إذن هذه الشروط تناقض مقتضى العقد. العقد تعارف من مقاصده بين العائلات. أنت هذا في جانب من السرية، صحيح أنت أشهرت هناك عند أهل المرأة، أو لكن أهلك وأولادك، وإذا لو الأولاد قرايبك ما بدكش حدا يعرف، ما فيش، لم يتحقق هذا المقصد. إذن كثيرة هي المقاصد التي لا تتحقق، التي اشتراط هذه الشروط ينسفها وينقضها ويتنافى معها. ويعني زي ما بنقول دائما، العبرة في العقود بمقاصدها ومضامينها لا بصورها وأشكالها. ثانيا هذا الزواج زواج
مخالف لما تعارف عليه المسلمون من نظام شرعي للزواج. الزواج معروف، عرفنا حتى قبل الإسلام، حتى قبل الإسلام يا أخوان كانت في زيجات متعددة، زواج واحد اللي أقر وهو الزواج الشرعي، وانتوا عارفين الزواج الشرعي الذي تتحقق عليه، تترتب عليه آثاره، ويكون بولي وشهود، وتترتب عليه الحقوق وإلى غير ذلك. وهذا النظام ظل في الإسلام مع بعض يعني الأحكام التي نظمته أكثر وأكثر عما كان في الجاهلية. طبعا معروف أنه بمجرد الزواج دون اشتراط أي شروط، أي شروط تترتب عليه نتائج، وتترتب عليه أحكام، وتترتب عليه حقوق، وتترتب عليه واجبات. لنرى شيئا مبتدعا لزواج المسيار، نرى زواجا مخالفا لهذا النظام الذي عهدناه وتوارثناه، مش توارثناه عن ديننا وعن شرعنا، مخالف. فالآثار لا تترتب، والحقوق تهضم ويتنازل عنها. فإذا في مشكلة. هذا ابتداع في الدين، ربما يقال هذا استحداث غير وليس عليه دليل على صحته. وكما يقال يعني هذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة من أن هذا هو النظام الصحيح، كأنهم يريدون أن يقولوا أو تعارفت عليه. كذلك يعني قد يقال، والأدلة على فكرة يعني متقاربة، قالوا اقتران هذا الزواج بشروط تخالف العقد ومقاصده، وقد تحدثنا عن ذلك تفصيلا. لكن من أهم الأدلة حقيقة، قالوا أن هذا العقد قد يكون أو غالبا ما يكون مدخلا للفساد. إحنا الزواج إنما شرع لتحقيق المصالح، الزواج إنما شرع للعفاف وللطهارة ولتحمل المسؤولية ولمقاصد عظيمة. لكن والله إذا في زواج عندنا لا يحقق هذا، بل على العكس، أنتم بتقولوا إحنا بدنا نحل المشكلة، أنا بدي أحل في زواج المسيار، بدي أدفع مفسدة. يعني بدك تدفع مفسدة بمفسدة أعظم، لا يقبل هذا. قالوا كأنهم يريدون أن يقولوا أن المفسدة المترتبة على تشريع زواج المسيار أعظم من المصلحة التي تدعون أنها تتحقق بهذا الزواج. المفسدة أكبر، عندنا مفاسد كثيرة، ولعل ما ذكرناه فيه كفاية من المفاسد، يعني أن تتنازل المرأة عن حقوقها، عن يعني ربما تتمثل هذه المفاسد أن يصبح الزواج، يعني شوفوا ما بدأ سهلا وبدون تحمل مسؤوليات يسهل التحلل عنه. الزوج سيصبح الزواج كأنه لعبة في يده، والمرأة كذلك ربما يكون سببا في فتنتها بعد غياب زوجها، والولد كذلك يصبح مفسدة محل مفسدة من حيث عدم وجود من يرعاه أو إلى غير ذلك. فهو مدخل حقيقة لبوابات فساد متعددة ينبغي الحيطة. يعني دعني أقول سدا للذريعة، هذا مدخل بوابة فساد يعني كبيرة يجلبها لنا. ولذلك يا أخوات كأني بهم، بعض العلماء في البداية أجازوا هذا العقد، ثم لما وجدوا ما ترتب عليه من مفاسد توقف. كابن عثيمين رحمه الله، ابن عثيمين كان مع ابن باز والقرضاوي من القائلين بالجواز، لكن وجد أنه استغلالا يعني سيئا، وجد أنه فتح بوابة للفساد، وجد فتوقف، لم يقل بالتحريم يعني، لكنه توقف يعني عن القول بالمشروعية. إذن يعني
عدة أدلة إضافة إلى ذلك. قالوا إن فيه استغلال للمرأة، المرأة كما قلت وأكرر دائما مهما كانت قادرة ومهما كانت غنية ومهما كانت مالكة لا تحب أن تتنازل في ظرف عادي، أن تتنازل عن شيء من حقيقها. وزي ما بقول المثل غنية وبحب الهدية، طب فكيف بما بما هو أعظم من الهدية المهر؟ يعني طب هي طبعا احنا بنقولش تتنازل عن المهر، لكن المهر حيصبح شيئا رمزيا، والنفقة والسكن والمبيت ايش ضل بالزوجية يعني. ولو كانت المرأة في حالة اختيار عادي او عادية لما قابلة. اذا هو نوع من استغلال حالة الضعف عند المرأة، نوع من استغلال حاجة المرأة، حاجة المرأة التي تريد أن تعف نفسها فلم تجد إلا أن تتنازل مقابل هذا الطريق عن كثير من الحقوق التي أعطاها إياها هذا الشرع العظيم. فلذلك يعني إذن فيه استغلال، هم يقولون هذا يعني للمرأة، خاصة طبعا الاستغلال إنما يكون إذا كان الشرط من قبل الرجل، لكن ما بقدرش أسميه استغلال عشان أكون واضح. إذا كانت المرأة هي التي اشترطت هذا، وقد تشترط المرأة يعني أحيانا زواج مسيار وليس زواجا عاديا بأن تبقى في بيتها وهي التي تنفق وإلى غير ذلك. إضافة إلى انعكاس السلبي وقد ذكرنا ذلك على الأولاد، إضافة إلى ما ذكره كثير من الفقهاء أن الشروط التي تناقض مقتضى العقد وهذا ذكرناه في البداية فإنها تبطل. يعني كثيرة هي الأدلة التي استدل بها القائلون بالمنع، وهي أيضا أقل الأدلة في الجملة معقولة ومقبولة. وتلاحظون أنك عندما تنظرين إلى أدلة الطرف الآخر يعني تبدأ ضرورة يعني الترجيح والمناقشة والنظر المتعمق من جديد بين الأدلة التي تبدو متعارضة والآراء التي تبدو متعارضة. على أي حال، أما القول الثالث فهو القول القائل بالتوقف يعني، ولا يعني ولعل يعني الفكرة التوقف مبنية يعني، أو دعني أقول أن التوقف يعني أحد أمرين، إما التوقف عن إصدار الحكم بسبب عدم وضوح الرأي الراجح أو عدم ترجيح أحد الرأيين على الآخر، الأدلة متساوية، نظروا إلى أدلة الفريق الأول والمصالح التي يحققها الرأي الأول، ونظروا إلى أدلة الفريق الثاني والمصالح التي يحققها الرأي الثاني، فوجدوها متساوية ولم يستطيعوا بعد من الترجيح. في حالة الترجيح يعني طبعا يتم الترجيح فتوقف إلى أن، والتوقف هنا يعني إلى أن يترجح لديهم، ليس التوقف المؤبد. قد نجد ممن توقفوا بالأمس يعني يكون لهم قول في الغد، لكن يبقى هناك من يبقى متوقفا، أو يتجدد من العلماء من يقول بالتوقف إلى أن يرى رأيا، هناك من يتوقف. إذن بسبب عدم الترجيح، وربما يكون التوقف كما ذكرنا بسبب التجاوزات التي تحدث والاستغلال أحيانا وإساءة أو التعسف كما يقال، يعني حتى وإن كانوا يميلون للقول من هذا الفريق بالجواز، لكنهم بسبب إساءة الاستعمال، بسبب التجاوز، بسبب المفاسد التي رأوها لم يقولوا بالتحريم، وإنما توقفوا قال والله يعني. وهذا يعني شيء مهما، هو أن توقفهم لا يعني أنهم لا يعرفون الحكم، ولكن توقفوا عن إصدار حكم عام تخضع له كل زيجات المسيار، وإنما يكون الحكم بحسب كل حالة
وتراعى فيها البيئة والمجتمع والزمان والمكان والعرف الذي يحكم هذه الحالة. تمام؟ إذن إما التوقف بسبب عدم رجحان الأدلة على بعضها البعض، أو التوقف باعتبار التوقف عن إصدار حكم عام تخضع له كل حالات زواج المسيار لينظر في كل حالة بعينها، يتوقف عن إصدار حكم عام وعندما تصل كل حالة ينظر فيها بخصوصيتها فيصدر الحكم بعد ذلك. هذه مجموعة الأدلة، مجموعة الآراء والأقوال التي ذكرها العلماء المعاصرون حول زواج المسيار. القائلون يا أخوات بالمنع، القائلون بالمنع لم يكتفوا بالقول أو لم يكتفوا بسرد الأدلة، حتى ناقشوا وردوا على أدلة القائلين بالجواز. انظروا، يعني القائلين بالمنع يعني ربما تجد في أدلتهم نوع من العمومية، ولذلك هم يعني كان لهم وكأني بهم شعروا بهذا الشيء، فأرادوا أن يضعفوا أدلة أو الاستدلال بأدلة. في فرق بين إضعاف الدليل والإضعاف بوجه الاستدلال. إضعاف الاستدلال بأدلة القائلين، فكما قلت هم القائلين يتوافقون مع القول الأول فيما عرضوا من أدلة من حيث هي لا من حيث الاستدلال بها، فهم يقولون بأنه زواج مستكمل للأركان والشروط، يقولون بحديث زمعة ويقرون بمصالح معينة، لكنهم بنفس الوقت يعني لهم يعني لا يقولون بصحة الاستدلال بهذه الأدلة. أما قولهم أما يعني فيردون على الدليل الأول الذي استدل به المجيزون بأنه شرط، بأنه زواج مستكمل للأركان والشروط، بما يمكن أن يقال إنه رغم استكماله للأركان والشروط إلا أنه اقترن به شروط مناقضة لمقتضى العقد، أو بمعنى آخر أنه رغم أن صورته التي تدلنا عليها أركانه وشروطه واستيفاء أركانه وشروطه صحيحة، لكن مضمونه ومحتواه يتناقض مع مقاصد. إذن والحكم كما قلنا دائما الحكم على العقود بمقاصدها وليس بمجرد الصورة. لذلك يعني إحنا مثلا يعني في ناس كثير في المرابحة التي المصرفية التي تتعامل بها البنوك، يعني في ناس كثير حكموا عليها بالحرمة والمنع بناء على يعني ما تترتب عليه من مفاسد، وإلا فإن يعني في صورتها صحيحة، لكن في التعامل بها وهكذا ربما يمكن أن يقال. إذن اشتراط شروط تتنازل فيه المرأة عن حقوقها وتؤدي هذا التنازل إلى تناقض مع مقتضى العقد ومع مقاصده، هذا يفسد العقد. أما حديث سودة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبدو للوهلة الأولى أن الاستدلال من البينة بمكان ومن الوضوح بمكان، ومع ذلك قالوا لا، احنا نقر بالحادثة ونقر بالحديث وصحيح يتنازل، لكنها تنازلت عن حق من حقوقها بعد أن ملكته، بعد العقد والزواج وبعد أن ملكت. ويختلف هذا عن إنسان أو عن امرأة تنازلت قبل العقد أو عند العقد قبل أن تملك، فرق. خاصة وقد أشرنا إلى ذلك أن في ذلك نوع من الإكراه للمرأة، إنما تنازلت إكراها وإجبارا ورغما عنها، ولولا أنها تعيش من باب دفع خف الضررين، يعني هي عملت هي، ولولا أنها يعني اضطرت لذلك ما تنازلت.
ثم إنها ابتداء تنازلت عما لا تملك، يعني شيء لسه ما ملكته. فالقياس يعني باختصار قياسكم مع الفارق، لا تستدلوا بذلك الحدث صحيحا، لكن لابد أن يكون القياس صحيحا وليس كذلك. ثالثا، احتججتم بالمصالح، احتججتم بالمصالح وأنه فيه مصالح ومصالح ومصالح. يا أخي احنا نقر أنه فيه مصالح، لكن اطلع بالعينتين، انظر بكلا العينين لا بعين المصالح فقط، انظر بالعين الثانية وانظر إلى المصائل المفاسد المترتبة على ذلك. كم هي المفاسد؟ ولو نظرت إلى المفاسد المترتبة على هذا الزواج وقارنتها أو وازنتها بالمصالح لرجحت كفة المفاسد. هم يقولون ذلك، بيقولوا أن كفة المفاسد راجحة. هم لا ينكرون مرة أخرى أقول وجود بعض المصالح، لكن كفة المفاسد ترجح. والعبرة في الحكم عندما لا يوجد نص في المسألة إعمال المصالح والمفاسد، فمتى رجحت كفة المصالح تقررت الإباحة والجواز، ومتى رجحت كفة المفاسد تقرر المنع والحرمة. ونحن نرى أن كفة المفاسد يعني راجحة، يعني ولا داعي للتكرار، يعني بدءا من عدم تحقق المودة والراحة النفسية، وعدم يعني أيضا وقهر المرأة قهرا عن التنازل عن حقوقها، وعدم تعهد الولد إذا وجد، ويعني وكثير، وفيه شيء من الكتمان، وفيه من والسرية على الأقل عن جانب أهل الزوج. يعني في مفاسد يعني متعددة، إضافة إلى أنه قد يصبح لعبة بيد الزوج حيث يتساهل، أو يكون مدخلا للفتنة، فتنة الزوجات، أو إلى 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 غير ذلك. رابعا، يلا خلصنا، احنا خلصنا مش هنرجع لزواج المسيار. أخيرا، زواج النهاريات الذي استدل به، استدلوا به القائلون، قالوا زواج النهاريات أولا هو مختلف فيه، والأصل أن يكون القياس على شيء متفق عليه، هذه واحدة. ثانيا، أن زواج النهاريات أو الليليات يختلف حتى عن زواج المسيار، من حيث إنه ليس فيه تنازل حقيقي عن شيء. يعني غاية ما في الأمر أنه يعني هي تشترط أن يأتيها في الليل دون النهار، أو في النهار دون الليل، أو هو يشترط، ليس فيه تنازل عن نفقة، وليس فيه تنازل عن مبيت، وليس فيه تنازل عن، هو يعني صورة مجتزأة. وإن كان فيه تنازل فهو متنازل بسيط لا يلتفت إليه، بخلاف زواج المسيار الذي اتسعت رقعة التنازلات فيه، ليكون تنازل عن المبيت وعن حق النفقة وعن حق السكن وعن حق ما بيجي للزواج شيء يعني. ومع ذلك كله، فإن زواج النهاريات هذا الذي لم يكن فيه التنازل إلا عن شيء بسيط كان مختلفا فيه، فكيف بزواج المسيار الذي فيه؟ إذن لمجموعة هذه مجموعة من الردود ردوا عليها. ولذلك صاحبنا، صاحب هذا الكتاب، ترجح لديه القول بالمنع، والذي أراه أن لا نغلق بابا يمكن أن يكون مشروعا، ولكن لعل القول الصائب هو يعني أن يحكم على القضية بحسب الظروف والبيئة التي كانت فيها، بحسب الظروف، ألا يكون الحكم هكذا حكما عاما شاملا لأي زمان ولأي مكان، هو لا بالإباحة ولا بالحرمة. لا نقول زواج المسيار يحرم، ولا نقول زواج المسيار يباح، ولكن ننظر إلى كل حالة بحسبها وبحسب الظروف المحيطة بالمجتمع الذي وجد فيه هذه الحالة، وبحسب الحالة الخاصة فعندها، ونرجح بين المصالح وبين المفاسد لنقرر إن كان جائزا أو غير جائز. نحن بذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن زواج المسيار، ليكون حديثنا المرة القادمة إن شاء الله عن التأمين. شكرا لكم والسلام.